مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ أنه يجب فعل كل شيء لحماية البشرية وتجنب التورط، مشيرا أنه إذا اصطدمت طائرة تابعة للناتو بطائرة روسية فقد يكون ذلك هو الفتيل الذي قد يؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة. وأوضح الوزير أنه ليس متفائلا في الوقت الحالي حيال ما إذا كان يمكن إنهاء حرب أوكرانيا دبلوماسيا، مضيفا أن أصوات السلام من الجانب الروسي تبدو جوفاء بعض الشيء، وما زالت الدبابات مستمرة في التحرك في اتجاه كييف. وأضاف شالينبرغ أن التاريخ يعلمنا أنه إذا لم تضع علامة التوقف في الوقت المناسب للمستبدين فسيكون ذلك أكثر تكلفة، مرجحا فرض المزيد من العقوبات على روسيا. وافقت الحكومة النمساوية في مجلس الوزراء أمس الأربعاء على منح متلقي الإعانات الاجتماعية والحد الأدنى من الدخل للمتقاعدين ومتلقي المنحة الدراسية بدلاً لتكلفة المعيشة قدره 300 يورو، إضافة ل 150 يورو لمتلقي إعانات البطالة والمساعدات الطارئة والمعاشات وبدلات إعادة التدريب في شهر مارس الجاري، وذلك للتعويض عن التضخم المالي لتلك المجموعات المتأثرة بشكل خاص، إضافة لزيادة حجم التمويل الخاص بالعمال الموسميين من 60 إلى 90 مليون يورو. دعت نقابة العمل إلى تسهيل الحصول على الجنسية النمساوية وتبسيط إجراءات الاعتراف بالمؤهلات التعليمية الأجنبية، حيث أثبتت دراسة تابعة لمعهد صورة أن الأشخاص الذين يحملون جنسية أجنبية يشكلون 5 إجمالي العمال في النمسا، وغالبهم يكونون حاصلين على شهادة جامعية أو شهادة ثانوية، لكنهم يعملون كعمال يدويين أو مستقلين، وغالبا ما يعملون في قطاعات مهمة للنظام مثل التنظيف والرعاية وتجارة المواد الغذائية أو خدمات التوصيل. ووفقا للنقابة أنه من غير العدل أن يعاني هؤلاء من انعدام الأمن الوظيفي والضغط وقلة الاحترام الداخلي والتمييز والأجور السيئة، بالإضافة إلى عدم الحق في التصويت. منحت جائزة بوك فور يو للعمل التطوعي لولاية بورغلاند هذا العام لعبد الرحمن أبو يزمة، فلسطيني الأصل من أيزنشتات، وديلوفان أكار، سوري كردي من نيكلستورف، وذلك لمشاركتهم في تخطيط وتنفيذ العمل في جمعية نيوسيدلا سي هيلفت التي أسست عام 2016 لدعم اللاجئين، وذلك للتعامل مع السلطات ومساعدتهم في تعلم اللغة الألمانية والتكيف مع الحياة اليومية. كما يعمل أبو يزمة وأكار محرران في مجلة فيلشتيمج، وهي المجلة الأولى والوحيدة في النمسا التي يكتبها طالب اللجوء. وأوضح الفائزان أن سبب دعمهم لطالب اللجوء الآخرين أنهم أنفسهم قد تلقوا المساعدة في الأوقات الصعبة السابقة لهم. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.